أهلا بكم وتتابعونا في هذه الحلقة من برنامج هاشتاغ. أصداء براءة مبارك ونظامه ما زالت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ومدونون بعد براءة مبارك زهقنا من السلمية وداعش هي الحل. وانزل التحرير هاشتاغ يدعو النشطاء للتوحد في ميدان الثورة تحت شعار القصاص للشهداء. أما في انستغرام صور تسخر من محاكمة مبارك. وأخيرا في نقاش اليوم، ما البديل لغياب القصاص العادل في مصر؟ هل يقتص أهل الدم لأنفسهم أم أن داعش هي الحل؟ كل هذا وأكثر في هاشتاغ، لكن بعد الفاصل تابعونا. أهلا بكم في حلقة جديدة من هاشتاغ، حيث يصنع الخبر على صفحاتكم قبل أن يصل إلى غرفة الأخبار. كونوا ضيوفنا على الهواء عبر سكايب. كيف؟ أرسلوا لنا حساباتكم وأرقام هواتفكم عبر إيميل برنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة الآن aj@aljazeera.net، وسنعاود الاتصال بكم للمشاركة معنا. ونبدأ حلقة اليوم من موقع تويتر، حيث ما تزال أصداء محاكمة مبارك تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستمر هاشتاغ محاكمة مبارك في المرتبة الأولى كأحد أكثر الهاشتاغز تداولا على تويتر بعد الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العدلي ومساعديه ورجل الأعمال هارب حسين سالم، كلهم بالبراءة من تهم قتل ثوار 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل والفساد المالي. بعد ذلك جاء هاشتاغ الشعب يريد إسقاط النظام. بتأكيد هذا الهاشتاغ الهتاف الذي ردده متظاهرو 25 يناير سنة 2011، وحتى الآن ما زالوا يرددونه حتى بعد براءة مبارك. بالطبع مغردي هذا الهاشتاغ يرون أن نظام مبارك رجع مرة تانية، وبالفعل تظاهروا بالأمس في ميدان عبد المنعم رياض ومحيط ميدان التحرير مرددين هذا الهتاف، وحسب مواقع التواصل الاجتماعي هم مستمرون في التظاهر حتى الآن. انتفاضة الجامعات، هذا الهاشتاغ أيضا الذي جاء استجابة لدعوات طلابية عديدة بتظاهر اليوم داخل الجامعات احتجاجا على الحكم ببراءة مبارك ونظامه، بالتوازي مع مظاهرات أخرى في المحافظات. بعد كده جاء هاشتاغ انزل التحرير كأحد أكثر الهاشتاغز أيضا تداولا، الذي دشنه شباب ونشطاء ثورة يناير دعوا خلاله للحشد والتظاهر في ميدان التحرير ونبض ثورة 25 يناير. كان هناك استجابة بالفعل من بعض القوى السياسية والشبابية بالأمس لهذه الدعوة بالتظاهر في ميدان عبد المنعم رياض قبل أن تفضهم قوات الأمن بالرصاص الحي والاعتقالات. مستمرون في متابعة الهاشتاغز أكثر تداولا مع داعش هي الحل. داعش هي الحل، يرى المغردون على هذا الهاشتاغ أن السلمية لا فائدة منها، فقتلت الثوار يبرئهم القضاء بسبب السلمية، وأن الحل هي داعش على حد تعبيرهم. بالتأكيد نستعرض الآن عدد من المشاركات على هذا الهاشتاغ، هاشتاغ داعش هي الحل، حيث كتب عمر الفاروق: ما حدش ينكر أن اللي بيحكمنا عصابة اسمها الدولة العميقة بيستبيحوا الدم والعرض والمال، تبقى مستني إيه على ذات الهاشتاغ. بينما كتب ناصر بن غيث: بعد أن رفع جانب من المصريين شعار الإسلام هو الحل وكانت النتيجة مجزرتي رابعة والنهضة، فأني لن أفاجأ إن رأيت المصريين يرفعون شعار داعش هي الحل. استمرون مع هذه الهاشتاغ، ستأخذوا بالكم من الأسماء التي تغرد على هذا الهاشتاغ. جهادي يقول: يا أهل مصر ماذا استفدتم من السلمية؟ المجرمون يبرؤون والبريئون يعتقلون بسبب سلميتكم، لا حل لكم بعد الله إلا داعش هي الحل، وفقا لوجهة نظره. عايزين نسمع أراءكم عبر هذا الهاشتاغ وعلى صفحاتنا المختلفة. خلاد يقول: من ثمار خروج مبارك من السجن ازدياد وعي كثير من الناس، واقتنعوا أن السلمية ليست من الدين وأن داعش هي الحل. إلى أي مدى أنتم تؤكدون أو تعترضون على هذا الرأي الذي يقول أن السلمية ليست من الدين؟ عبد الله الرشيد يقول: آلاف المظاهرات والخطب والندوات لن تقف أمام رصاصة واحدة، فالسيف أصدق أنباء من الكتب، هكذا علمتنا الحياة، القوة تبقى. مستمرون مع متابعة مزيد من التدوينات والتغريدات على داعش هي الحل. عمر فتحي يقول: الثوار اتضربوا دلوقتي علشان بيعترضوا على ظلمهم، داعش هي الحل. بالتأكيد هو كان بيتكلم على امبارح. بينما يتساءل عبد الرحمن الشافعي: طب ايه الحل على هاشتاغ داعش هي الحل؟ هذا ما ننتظر تورده على صفحاتنا المختلفة. لكن ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا فيسبوك، نلقي فيه مزيدا من الضوء على هاشتاغ انزل التحرير. مصطفى البغدادي يقول: مش هنسيب الشارع خلاص، يتخلصوا علينا يا ناخد حقنا في عيشة محترمة. مستمرون مع باقي التغريدات، حيث تقول عبلة عفيفي: كنا خايفين لحسن ندخل على أيام سودة،
فعلا، بس الحمد لله هي سبقتنا وهي اللي دخلت علينا. مزيد من التعليقات مع نوريا الذي يقول مبارك رجع واحنا كمان راجعين وهنلعب من الاول تاني، انزل التحرير هو رجع احنا مكملين وهنرجع لنقطه الصفر. مسمار يقول بلاش رفع اي شعارات سياسيه، بلاش الهتاف ضد اي تيار سياسي. الحل ايه يا مسمار؟ الهتاف باسقاط النظام العسكري باكمله والمطالبه بحق الشهداء. اسقاط النظام وحق الشهداء، هذه هي الرساله والشعارات التي يجب ان ترفع وفقا لوجهه نظره. رنا تقول خليك راجل، ارفض الذل والعبوديه وانزل التحرير. هذا فيما يتعلق بموقع فيسبوك، لكن مستمرون في متابعه موقع اخر هو انستغرام، حيث علق فيه المدونون على الحكم ببراءه مبارك والعدلي عبر صور اللي بنتابعها الان. هذا الحساب بيقول أنا كمصري اتخنقت، كان ذلك تماما عقب صدور الحكم ببراءة مبارك والعدلي. مزيد من الصور نتابعها عبر موقع انستغرام، نستعرض الصورة التالية هي لميزان العدل المختل في مصر وفقا لمس لبادي التي يبدو من الكاريكاتير أنه برفع الستار أو الحجب عن ميزان العدل في مصر يتبين البيادة العسكرية وفقا لهذا الكاريكاتير. مزيد من الصور عبر موقع انستغرام كلها عبر هاشتاج مبارك. بشار الأسد أنا أطالب بمحاكمتي في مصر طالما الحكم سيفضي إلى البراءة كما حدث مع مبارك. مزيد من الصور عبر موقع إنستغرام، سيلفي الحرية، إسلام جاويش رسام الكاريكاتير، آخر تدويناته أو رسوماته على موقع إنستغرام كانت سيلفي الحرية ويبدو فيها اللي بياخدها فريد الديب وزير الداخلية حبيب العدلي وأيضا مبارك، وكلهم يبدو عليهم الفرحة بمحاكمة القرن. مش القرن، هذا هو الهاشتاج اللي استخدمه. مزيد من الصور نتابعها عبر انستغرام، والصورة التالية القاضي والوكيل النيابة والمتهم والضابط كلهم مبارك، في النهاية المشترك بينهم هو مبارك. نتابع مزيد من الصور على محاكمة القرن، الصورة البائسة حسبي الله ونعم الوكيل، هذه هي آخر صورة التي نختم بها حساب انستغرام. ومن انستغرام إلى موقع يوتيوب الذي لم يغب عنه الحكم، الفيديو الأول مع مشروع كورال، مشروع كورال يغنون بعنوان الرئيس قاعد. الأغنية تسخر بالطبع من بقاء الرئيس المخلوع في منصبه وعدم تغيير أي شيء. اللافت للنظر أنه حين تم تأليف هذه الأغنية وتغنت بشكل جماعي، ده حصل في مايو سنة 2011، أي بعد 3 أشهر فقط من رحيل مبارك. خلينا نتابع هذه الأغنية من مشروع كورال بعنوان الرئيس قاعد. والمستعان. الرئيس مش ماشي يا خراشي، الرئيس مش ماشي يا خراشي، الرئيس مش ماشي يا خراشي، الرئيس مش ماشي يا خراشي. بيقولوا الرئيس قاعد، بيقولوا الرئيس قاعد، بيقولوا الرئيس قاعد قاعد على قلبنا قاعد والكرسي بتاعه شاهد. بيقولوا الرئيس قاعد، قاعد على قلبنا قاعد والكرسي بتاعه شاهد. انتفاضته خلاص خلصت خلصت، ثورتكم خلاص فشلت فشلت، انتفاضته خلاص خلصت خلصت، ثورتكم خلاص فشلت فشلت، تحريركم خلاص اعلان. وهنبني سجون في الصحراء ونلم شباب الثورة، وهنبني سجون في الصحراء ونلم شباب الثورة، ونبهدلهم جواه ونعذبهم جواه وهننفخهم جواه. يا حلاوة على جواه، يا جماله يا جواه، يا صغنن يا جواه، يا حلاوة يا جواه، يا جماله يا جواه، يا صغنن يا جواه. الأغنية دي اتغنت بعد 3 شهور فقط من رحيل مبارك، والنهارده بعد 3 سنين ما زال مشهد كما تنبأ به مشروع كورال. لكن ننتقل إلى مشهد الأمس، مع تحديدا عصر الأمس، حيث تداول النشطاء الفيديو التالي والذي يعرض طرد المتظاهرين لضابط برتبة لواء بوزارة الداخلية من ميدان التحرير. ده كان في عصر اليوم، لكن ماذا حدث بالأمس؟ خلينا نتابع الفيديو ده الأول ثم نستأنف. يا
عرفوا ان كان في كردون بيحاول الاحاطه وتامين خروج هذا اللواء الى خارج ميدان التحرير وذلك تامينا له، لكن ده كان عصر اليوم. ما حدث وهو الفيديو التالي كان لعمليه فض تظاهرات ميدان عبد المنعم رياض بقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك عقب خروج المتظاهرين الى وسط البلد احتجاجا على الحكم طبعا ببراءه رئيس المخلوع حسني مبارك ونشليه علاء وجمال وزير الداخليه حبيب العدلي ومساعديه السته في القضيه المعروفه اعلاميا بمحاكمه القرن او كما تداولها النشطاء القرن. كما يوضح الفيديو التالي اللي احنا هنشوفه القاء القبض على العشرات من المتواجدين بمحيط ميدان عبد المنعم رياض، فلنتابع. أما الفيديو التالي والذي نستعرضه عبر موقع يوتيوب كان لقناة صليل الصوارم المنتسبة لتنظيم ولاية سيناء، هذا التنظيم المسلح. الفيديو يوثق لما يصفه بالجرائم المرتكبة ضد أهالي سيناء، كما تضمن الفيديو التالي وقائع قصف منازل باستخدام طائرات بدون طيار مما أدى لقتل أسر بأكملها، وذلك حسب ما جاء في هذا الفيديو. لابد من التنويه بأنه لم يتسنى لنا من التحقق من صحة الفيديو التالي وأنه أيضا يحتوي على مشاهد مؤثرة، نتابع هذا الفيديو. هزتني نسمات الليالي فترى ببالي كيف عالم مريم، هبتني صرخات الأيام وأنيم تنامى حول قيد وأسير، تكويني شهقات الثكالى فحنات توالى دعت الطفل الغريب، مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى الزاه المنير، هزتني نسمات الليالي هيا هيا يا أمسي يا نفائح نفسي في ليلي وهمسي ودعاء المستجيب، من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يحبب الليل المغيب، هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مري، أبكتني صرخات الأيام وهاوى المسيح سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجاب للقدير، نسمات الليالي فتراءى من قلبي حسب الله ونعم الوكيل عسيس وأوانه وقال مش الوصف يكون ليته يعني شريع يتم أطفال كثر أطفال كاتلوا ايه كل نساء سبع نساء ما فيهم ولا راجل وثلاث عيال، يعني وين الجهد وين الارهاب اللي كان يقول ارهاب. إذن غضب سخط وجزع ممزوج باليأس، هذا ما تبقى من ثورة يناير، كلمات توجز المزاج العام لدى معظم المصريين باستثناء أبناء مبارك بالطبع، الواقع القاسي وتجريم التظاهر بلا ترخيص مسبق، كل هذه الأسباب دفعت المتحسرين من القرار لتفريغ شحنات غضبهم ويأسهم من واقع مفروض عليهم بقوة أحكام القضاء المصري إلى رحابة مواقع التواصل، وهناك كانت بانتظارهم التغريدة التالية. تقول التغريدة: الحكم ببراءة الطاغوت السابق مبارك، إنهاء لمرحلة السلمية الخرقاء وإذان ببدء مرحلة العبوات والكواتم بإذن الله، فما للعيش معنا بعد هذا يا أهل مصر. انتهت التغريدة المنقولة من حساب
ينسب لتنظيم الدولة الإسلامية، فهل حقا أصبحت داعش هي الحل؟ وهل انتهت ثورة التحرير وعادت مرة أخرى لموقع فيسبوك؟ أم أن الثورة الحقة لم تبدأ بعد؟ هذه الأسئلة نطرحها على من ينضمون إلينا في هذا النقاش عبر الهاتف، وهم نور محمود من القاهرة وسيف عبد الرحمن من أسيوط. نبدأ من نور. أهلا وسهلا نور. نور، بداية عايز أعرف، هل تؤمن حقا بالنظام القضائي في مصر وبأنه عادل وينجز في هذا الميدان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله. هطلب منك ترفع صوتك شوية بس يا نور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غياب العدل في مصر من قبل هذا ومن أيام يناير، وهو غياب العدل تماما. وكنا قبل في 2005 نقول يا قضاه يا قضاه أنتم أمنا بعد الله، فقد تحول هذا الشعار إلى يا قضاه يا قضاه اتركونا إلى الله، يعني لا نريد منكم شيء. أخشى أن احنا فقدنا الاتصال مع نور محمود، لكن ننتقل أيضا إلى سيف عبد الرحمن والذي ينضم إلينا من أسيوط. سيف، حكرر عليك نفس السؤال لأني للأسف لم أستمع إلى نور، لكن كان آخر إجابات نور أنه يا قضاء يا قضاء اتركونا إلى الله، إلى أي مدى توافق على هذا التعبير؟ يعني استكمالا لنفس الكلام بنقول الجملة اللي تداولها كل الناس امبارح، إذا حدثوك عن العدل فقل لهم مات عمر. يعني أي قضاء نتحدث عليه الآن؟ قضاء مبارك هو قضاء السيسي، هو قضاء المجلس العسكري، هو الذي يتاجر بأحزان وألام المصريين ويهدي في مهرجان البراءة لجميع براءات لكل أعمدة النظام السابقة التي أفسدت وقتلت من الشعب ما قتلت ونهبت من قوت الشعب من أكثر من 50 أو 60 عام من الحكم العسكري. ففي النهاية يبرئهم القضاء المصري ويطلب جملته المشهورة عودوا إلى مقاعدكم، هذا هو قضاء مصر. قضاء طيب مصر. إذا كان هذا هو قول القضاء، فما هو قول الشباب وما هو الرد؟ كيف سيكون الرد وكيف سيكون الحل؟ حضرتك يعني مبدئيا يعني النهارده احنا كنا في الجامعة، اللي بنقدر نقوله إن الثورة هتستمر غصبا عن الجميع، غصبا عن عبد الفتاح السيسي، غصبا عن مبارك، غصبا عن العسكر، الثورة هتستمر شاء أم شاء وأبا من أبا. الثورة ثورة الشباب لن تخمد بهذه الأحكام. طيب أنا عايز أسألك على عدة مسارات الآن مطروحة كسيناريوهات بديلة. المسار الأول هو الثورة مستمرة، يعني احنا بنعبر عنها بلغة الهاشتاجز، هاشتاج الثورة مستمرة، هاشتاج المحاكمات الجنائية، يعني يتم تقديم أدلة جنائية مفيدة ودامغة لهذه القضية وإعادة القضية مرة ثانية وإحلالها لمحكمة النقد. هذان مساران. والمسار الثالث المطروح اليوم بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي هو هاشتاج داعش هو الحل. إلى أي مدى ترى هذه المسارات متوافقة؟ أيهما يوافق وجهة النظر اللي أنت بتقدمها؟ مبدئيا المسار الثاني اللي هو مسار إعادة المحاكمات والدخول في مسلسل المحاكمات، يعني ثبت فشله تماما، واحنا كانت أكبر خطأ وأكبر خطيئة لهذه الثورة أنها لم تقتص نفسها من البداية. ده مبدئيا يعني المسار الثاني. أما مسار داعش فيبدو أن النظام هو الذي يريد، يعني يبدو أن النظام هو الذي يدفعنا دفع إلى سيناريو داعش وغير داعش. لكن هل ترى فيها حل أصلا؟ يعني هل هي تمثل حل اصلا ولا هو الحل مهلهل ويعني معيب في المقام الاول؟ يعني هو ليس حل بقدر ما هو يعني عندما تغلق كل الابواب سيكون يعني سيدفعون الشباب دفع في هذا السيناريو، اذا لم يكن يعني حلا مطروحا، واذا كان بناخده بهزار وضحك دلوقتي هو اكيد في الايام الجايه مش هيكون بهزار وضحك. طب مش ممكن الهزار والضحك ده يقلب جد؟ هل شايف يا نور انه عفوا يا سيف انه في هذه الحاله ممكن الهزار ده يقلب جد، خصوصا في ظل كل المشهد المتعلق والصوره الكامله اللي بنشوفها دلوقتي؟ طبعا حضرتك يعني حط نفسك مكان لها امبارح حسني مبارك بيتقال له اقعدوا لمقاعدكم، لما اخو شهيد ولا ابن شهيد ولا مصاب من مصاب الثوره على مدار اكثر من سنه ومن ثلاث سنين في احنا في مسلسل المحاكمه الهزليه دي، وفي النهايه القاضي بيقول براءه براءه براءه. يعني طيب انا هاخد من هذا التعليق تحديدا، اعتقد انه رجع لنا تاني، ارجوك ابقى معنا سيف، لكن انضم الينا ايضا نور. نور اهلا وسهلا بيك. نور، يعني سيف عبد الرحمن يرى انه بالفعل الابواب كلها موصدة امام اي مسار تحول ديمقراطي سلمي بين قوسين، طب ايه هو الحل البديل؟ هل انتهاج العنف هل هو حل بديل ولا الاستمرار في مسلسل الثورة مستمرة بالحد الادنى او الحد الاقصى الممكن للسلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد. أولا يعني أوضح رأيي بصفة عامة وبصفة عامة خاصة بي أن التنمية هي طريقنا لا بديل عنها مهما كانت نتائجها ومهما كان العواقب التي نتحملها نحن، لأننا قرأنا التاريخ جيدا وأعلمنا أن الثورات التنمية هي التي تغير في أسرع وقت، وأن الثورات العنف قد تمتد كثيرا وأمامنا نماذج كثيرة مثل سوريا وما يحدث فيها الآن، فهي أحد النماذج التي يدرس فيها العنف بصفة شخصية. ولكن عندما نتحدث عن التنمية في مصر فهي مختلفة جيدة، هو يتعامل بالقوة ونحن نتعامل بصدور عارية نقف أمام الرصاص وقد نقف في كل يوم ومن بعد من طيب والمطلوب من وقت المطلوب هو تأمين هذه الصدور العارية ولا المبادرة بالهجوم؟ لسنا نبادر بالهجوم لأنهم إن كنا نقاس عليهم فهم يعني ممن هم دار لنا وممن هم إخوة لنا، ولكنهم كثير ممن عندما أسأل واحد العساكر أو الضباط أقول لهم يعني متى ستنتهون، يقول عندما ينتهي العسكري نفسه تمام يا فندم. فإذا أسأل العسكري نفسه كلمة تمام يا فندم فهم انتهوا بالفعل، ولكن نستخدم جيدا كل النماذج السلمية لأن تغير جيدا. وقد يعني استمع الثوار مره اخرى بعد ان اخذ مبارك طيب. براءه انا طرحت بالفعل يا نور على سيف الآن عدة سيناريوهات مقترحة، هذه السيناريوهات ممثلة بشكل واضح جدا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاجز هي داعش هي الحل والثورة مستمرة وآسف يا رئيس. هذه السيناريوهات مطروحة الآن ما بعد محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، يبدو واضحا أنه على الأقل فيما يتعلق بنسب التدوين على هذه الهاشتاجز أنه المتصدر الآن هو باللون الأصفر اللي احنا شايفينه هو هاشتاج آسف يا رئيس على الوقت الراهن. احنا نتكلم في هذه الايام بين الخط الزمني اسفل هذا الرسم التوضيحي، لكن في مجمل عدد التغريدات او التدوينات الثوره مستمره هي المتصدره بواقع 21760 تدوينه على موقع فيسبوك، اسف يا رئيس تليها في المركز الثاني 10600 تقريبا، وداعش الحل في المرتبه الاخيره خالص لا مجال حتى للمقاربه ب 500 تدوينة. من هذا من واقع هذا الرسم التوضيحي هل يمكن أن نستفيد منه نور أنه ما يزال حل أو لجوء الشباب إلى تنظيم الدولة الإسلامية هو حل مستبعد حتى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم سيدي والله، لأن الشباب يعلمون جيدا أن السلمية هي التغيير في هذا في هذه الثورات، وعندما يصل الشعب إلى الوعي الكامل إلا أن التغيير سيصل بالسلمية وهو العصيان المدني، فهذه هي النقطة الجيدة عندما يستوعب الشعب، وهذا دور الشباب أن ينبه الجميع في الشوارع وأن ينبه من لا يعلم أن السلمية مهما طال زمنها فهو قصير، يعني زمن الثورة السلمية قصير وأمام نماذج كثيرة من الثورات السلمية. ولكن عندما نتكلم عن السلميه وليست السلميه المفرطه اننا اقف بجوار لا تعني السلميه السلبيه التي يترتب عليها خسائر في صفوف المتظاهرين. طيب انا عايز ارجع بس اذا سمحت لي نور ارجع مره ثانيه الى سيف. سيف طرحت عليك هذه السيناريوهات مره اخرى ومواقع التواصل وفقا لما تراه هذه الاحصائيات انه مسلسل استكمال الثوره يتصدر ثم يليه العوده الوراء وعودوا الى مقاعدكم كما ذكرت انت او كما ذكر القاضي بالاحرى يعني، وفي النهايه حتى لا يوجد مجال المقارنه هو اللجوء الى قرار او الى حل تنظيم الدولة الإسلامية. إلى أي مدى ترى أن هذه الهاشتاج تعبر عن واقع الشباب الآن؟ لا هي معبرة بشكل كبير خالص عن اللي بيحصل في الشارع، ما بين إن حالة من النقم يعني الشباب، حالة من السقط في عموم الشباب اليوم بسبب يعني يشعرون وكأننا في دولة بلا مؤسسات، دولة بلا أهداف، دولة بلا وفي النهاية واضحة. وفي النهاية إلى أي مدى إن هي تبعد الشباب عن أي طريق سلمي أو عن أي منهج أو عن أي نموذج للتغيير السلمي، ومصرة إصرار إن هي تدفع الشباب نحو إذن هذه المعادلة هي معادلة ثنائية القطبين،
أحد أقطابها هو المتظاهرون، والقطب الآخر هو الدولة. لابد لكلا القطبين أن على الأقل يتعامل مع المشهد الراهن حتى يتم الحفاظ على هذا أو الحد الأدنى من المشهد السلمي. شكرا جزيلا لكل من شاركنا، نور محمود من القاهرة وسيف عبد الرحمن من أسيوط، كما نستمر في شكر كل مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي ونطرح عليكم تساؤلا: الثورة مستمرة؟ آسف يا ريس، ولا داعش هي الحل، أم أن هناك حلول وسيناريوهات أخرى؟ هذا ما ننتظره منكم عبر مواقعنا للتواصل الاجتماعي. لذلك ادعموا قضاياكم وشاركوا دائما بآرائكم عبر وسائلكم المختلفة، فمن يدري لعل واقعا يتغير بهاشتاج. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء القريب بإذن الله تعالى.